بون حكيم ميموني 26 سنة من الرباط حاليا ساكنة في بوزنيقة فنانة صاعدة اون طون انفيرميير من بعد فيديو لالاي امل ما كنتش كنفكر كاع انه يعني فيديو بحالو بحال لي فيديو عادي غنيت وليت كنلقاه في لي باج بزاف من موراها الناس عرفوا شكون هي حكيمه ولاو عندي شويه كما كنقولوا ديال لي سابوني ديال لي فان ابخي فكرت ندخل الدومين حتى ل 2018 قلت نقاتي لا شونس نشوف شنو كاين صراحه باقي حيتاش كما كنقولوا بادي راسي حنا في واحد البلاد ديال باك صاحبي نقدر نقولها بواحد ما عنديش معايا حس كابا غادا دقه دقه تيحمل واد نورمالمون انايا بزاف ديال البنات يعاودوا لي قصص ديالهم قلت علاش ما نختص في واحد ستيل ديال انني نغني من قصص الناس وكنت جربتها في اغنيه فريحه وصدقات يعني لقات اقبال كبير من تما كنا فكرت انني نكمل في هذا الستيل هذا يعني نغني شي حاجه اللي من الواقع اللي غير هي كما قلت شي بصح كندخل انستغرام فيسبوك سوشيال ميديا كامله كندخل كنلقى واحد تاعي على الاخر بالنسبه كفنانه قدروا يردوا على راسهم من راسي وجبد نقدر ندافع على راسي ولكن بواحد الاسلوب اللي زوين وبواحد الطريقه اللي زوينه و كنقول لك يمكن كيقلبوا على البوز مورا هذا الشيء ما عرفتش الوليده ديالي من بين الاصوات اللي تنحماق عليها في المغرب وتنوجه لي تحيه الفنان رضوان الاسمر يمكن نيت مع رضوان الاسمر شي حاجه صوته خيال كاين واحد الاغنيه من كلمات مرام جابري والحان ايوب الزازع ان شاء الله تخرج في لو مونس ولالا الا يا امل لالا ما تقوليهاش كلمة سلا ما نسمعش سال عليا وعليك نتسال جو هدرو ليك في غيبي وقالوا ليك هدرو كلام شعلوا نار بلا دخان ربو كيلهم دوك العديان امل 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 ما غازال سطوة عمري يا سطوة ما بال شغلتي قلبي شغلتي البال وبلا بيك ركبني لهبال شكرا لكم بعدا وشكرا على حسن التعامل ديالكم ان شاء الله اللي جاي احسن من اللي داز تيليكام ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد